مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بالف خير، كنتمنى كذلك يا ربي في عنا هذا البلاء وهذا الوباء. هذا اليوم صراحه يعني اللي غنقدر نقول لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشاب اللي كتشوفوا الاخ ديالو مات بسبب خطا طبي، توفى، خلى جوج وليدات وزوجه من موراه للاسف الشديد. الكلينيك اللي كان ناعس فيه خوات السيد ما دارش الخدمه ديالته، ودابا الاخ ديالو بغى يوضح بزاف ديال الامور وبزاف ديال الاشياء. السلام عليكم سيدي. قولي الاسم، قولي الاسم ديالك وفين ساكن، وعاود لي المشكل اللي كان عند خوك ومن بعد ما دخل الكلينيك. انا اسمي شي حكيم، كنسكن في سيدي هشام هنا في سباشا. انا الاخ ديالي اختي تكرفس بزاف، هو راه دابا في بيت الله، ما قدرش ندير التقليد ديالي. اللي قلت شي حاجه راه انا مقلد بها. اختي خوادري عندي انا عامين هو مريض، مشينا تبعنا في ميريزكو عامين، كنا متبعين على النيف. راه كاين واحد، كاين شي فيديوهات راه اللي حيلهم تما على قبل الهضره. كاين عنده عمليه على النيف، تبعونا النيف، بقينا غاديين شي 5 شهور حنا على النيف. هادي الشيء في ميريزكو وصلت مني بغا يدير العمليه على النيف، طلب لي البناش كونترول على القلب وعلى الكبده باش يشوف شنو عنده باش يديروا لي العمليه على النيف. لقاو المشكل في القلب، لقاو القلب منفوخ وعنده الصمامه شويه ناقصه وعنده الماء في الصدر. هادشي كامل راه كاع كلشي الاوراق هما كاملين. ما علينا، تبعنا الاوامر ديال الاطباء، تبعنا بقينا غاديين جايين. مشينا مع ماي القلب تبعينا على 37، بقينا غاديين جايين. كل ورقه عندك فيها شهرين 3 شهور. هاد السكانير راه كلشي كاين هنا. السكانير هذا شد لينا فيه 4 شهور، شدينا فيه السكانير هذا. الورقة حاليا دابا هو راه توفى، هو توفى الورقة حاليا. أقرب رونديفو هو السيد، أصلا السيد واقف كيتوقف، نقول لهم الله يرحم والدين السيد، راه في أي وقت في أي لحظة يقدر يوده. ورونا شي طريق اللي غاتقول به السيد. كنقول لك أقرب وقت، أقرب رونديفو هو هذا. هاو هاد الرونديفو هاد اللي عطاونا فيه، هادي في 37، عطاونا هاد الرونديفو نهار العيد، عيد رمضان. هو مادة بشي سيمانة باش مادة. هي دابا أقرب وقت. دابا أقرب وقت اللي غادي نعطيك باش يدير العمليه. ماشي كاع العمليه، راه 37. بقينا غاديين اختي عامين. قرب شي ميكرو عندك حكيم. عامين اختي وحنا كنطلعوه ونحطوه في الميليزكو، خصوصا المستعجلات. راه كاع الاطباء عندي كارطون، عندي كلشي، كاع الاطباء دار عليهم خوادري. كان واحد الكارطون عندي صفراء، راه كل طبيب كيكتب فيها شويه كيقول لي سير دير تخطيط القلب. ملي كنديرو تخطيط القلب كنرجعو عاوتاني، هذا الله يرحمو مسيكي، كنرجعو كنلقاو طبيب اخر كيقول لك طبيب اخر عاوتاني كيكتب لنا جوج حروف، كيقول لنا سيرو دق البرا، كيمشي دق البرا، كيقول لي غد ليه يجي عندي. ملي كنجيو عند لي هادشي في المستعجلات، مشينا المستعجلات لقينا عاوتاني طبيب اخر، قال لنا سير غادي دير السكانير تاع على برا. كنمشي ندير السكانير، قال لك خاصك الفيش. اضطرينا هذاك من هذاك الفيش، يعني ديال المنطقه ديالك، الجماعه اللي ديالك انت، باش يديروا لك الحساب الرامي. قال لك ما عندكش الفيش، غديروا بريفي على برا تخلص عليه. اضطرينا باش نديروا على برا، درنا بريفي، درنا التلفزه بريفي. هي ديك واحد الطبيبه قالت لنا هذا السيد راه واقف على الجراحه، راه القلب عنده هو كيدق مزيان. قلنا لها اختي شوفوا اش ندير، شوفوا شي حل. الناس راه ما داروا معنا والو، عطينا رونديف. قال لك خاصك فيش باش يشد الرونديف. هذا الرونديف في 3 شهور. هي باش جات ديك الساعه جا كوفيد، بقينا كنمشيو ونجيو. واحد الطبيب، الدكتور صراحه ما عندي ما نقول، الدكتور وقف معانا زعما وقفه ديال الرجال، ما كاين لا رجل لا والو. من الاخر ما كاين لا اطباء لا حتى شي حاجه في المستعجلات. كي نهار ينخلوك ما يعطوكش وقت. دابا خوادري والله حتى بسبب، قسما بالله العظيم والتقليد نهزو عليه، خوادري بسبب الميريزكو، بسبب الميريزكو باش توفى. عامين هادي، عامين وعباد الله ما قالوش لينا راه السيد واش عنده خصو يدير العمليه، سيرو اخوتي. يجونا الصلاح يقولوا لنا شنو كاين هنا، ماشي حنا حنا ما عارفينش هادشي ديال السبيطارات، ما عارفينش، كنحضروا راسنا، كنعطيو الاوامر كنمشيو، كنعطيو رانديفو كنمشيو وكنجيو. ما جاب واحد السيد قال لنا اخويا هاد السيد هذا راه ما غادي يبقى يضحكوا عليكم هنا، راه السيد خصو عمليه ضروري ومؤكده. قلنا لهم عطونا شي ورقه باش نديروا العمليه للسيد. دابا المشكل قلنا لهم العمليه شحال، ما بغاش يقولوا لنا العمليه. دابا المشكل ملي بغينا نديرو العملية كيقولك خصك تحيد المشكل ديال النيف. ملي مشينا باش نديرو العملية ديال النيف، قالك ما يقدرش نديرو العملية على النيف وعندو مشكل في القلب. قالك خصك تحيد المشكل ديال القلب
يعني تتكمل كمل الاوراق ديال القلب وكلش. ها هما كاع الاوراق كلشي كاين، ها هما كاع الاوراق شحال ديال الاوراق كلشي كاين، ها هما الاوراق عندي هادو كاملين، هادو عامين عباد الله كنمشي نجي نديرو عليهم. ها هادي السكانر، النهار اللي غادي نموت فيه دينا اضطرينا صبرنا تاعين، كنا طلبنا المساعده ما لقيناش من غير الله، مشينا للكلينيك، الكلينيك اللي كان في عين الشق واحد القشله، كان واحد الكلينيك تما سولت عليه داك الكلينيك، قالوا لي ما هذا الكلينيك يا الله حل بشي عامين، قال لي راه ما 7 مليون صافي راه وصلت العظم، يعني الخوة دريبة ليا في حالة لا يرشى لها، ما بقيت عارف ما ندير، دخلت تلفش يعني انا بقى فيا بزاف، واخا هو مات درت لي في جهدي، ولكن ملي مات حنا ما درتش والو، حتى كلشي غيخلصو الى داك الطبيب. مشيت لميريزو قالوا لي هذاك ميريزو راه ما كيديرش جراحة على القلب، قلت لي ما يمكنش، قال لي راه ما كيديرش جراحة على القلب، وهذاك كلينيك يا الله حل بشي عامين، الاطباء اللي فيه ما معروفينش. شنو درتي ديك الساعه؟ سولت على داك الكلينيك اللي شحال نعسوا في السبيطار، شحال نعس الكلينيك؟ كان نعس ليله وحده، ديتو ومن بعد توفى. ديتو اليوم الكلينيك، بقيت معاه تل الليل تل العشيه، ما جيتش انا يقوم مع الدار، بقيت مع الوالده وداك الشيء. انا اصلا ملي كنت تما داروا لي السكانير، داروا لي التحاليل، داروا لي تخطيط القلب، عرفوا ليه السخان، قال لي كلشي عنده مزيان، واخا ما مشيت الاوراق لا والو، كان تخطيط القلب كان عند الداخل. المهم ملي بغا يديروا لي داكشي خرجوني انا برا، ما بغاش. واخا حكيم قول لي شنو الطلب ديالك اليوم بعد ما الاخ ديالك تعرض لهادشي، شنو الطلب ديالك، شنو بغيتي؟ اختي بغيت الاخ ديالي قرب شويه الميكرو عندك يا حكيم، بغيت الاخ ديالي ياخذ حقه، هادشي اللي كاين اختي، ما مخرجش حقه هنا ياخذ حقه ليه ان شاء الله. انا هادشي اللي غادي الرساله اللي توجه للمسؤولين، انا بزاف ديال الرسالات فيا ما نوجه، ولكن وقع دي ميد كان اختي، واخا عطينا برد ليا الماء في ركبي، واخا رساله للمسؤولين شنو ممكن تكون؟ الطاقه يحس بها غير مولاه، راه ماشي الصراحه اللي نقول لك، الطاقه يحس بها غير مولاه، بصح كيقول راه فايت، بنادم غادي يشوف فيديو غادي يقول لك الله يصبروا، صافي واحد يصح شويه غادي ينسى من هنا. واخا شنو الرساله اللي تبغي توجه للمسؤولين؟ المسؤولين كنقول لهم الله ياخذ فيهم الحق في هاد العواش هذا، هادشي اللي غنقول هذا الشيء، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ من حق السيد، عنده جوج وليدات، عنده جوج ميتات، واصلا السيد معاق، راه تتصور نوريهم، تتصور سيد معاق، وكان هاز كتاب الله كيقرا في القران، كتاب الله من الصغر، هو ما عنده لا صحه لا والو، الموهبه عنده هي كتاب الله، كان كيقرا في القران من الصغر ديالو، يا ديك باش صافي سال كتاب الله صافي، الله يرحمه ويوسع عليه ديك القبر. عطيني الرقم ديالك حكيم. 076 76 15 15 60 97 دابا اصلا دابا بغيت مشيت ل 37 باش يضربوا عليه. واخا انا نقول الرقم ديالك، الرقم ديال السيد اللي بغيت يتواصل معاه، بطبيعه الحال دابا هو بغى غير حقه، بغى شي مسؤول اللي يتعاون معاه باش ياخذ حق خوه اللي توفى الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقه القبور. انا غنقول الرقم ديالو في التعليق اللي هو 076 76 15 60 97، غنعاود الرقم. اي حاجه بغاوها نتصل معاهم اي جواب قالوا انا مرحبا انا موجود. مرحبا 076 76 15 60 97، غنعاود الرقم 076 76 15 60 97، غنعاود الرقم 076 76 15 60 97، اللي بغى يتواصل معاه، وكنتمنوا من اي مسؤول انه يتواصل مع السيد هذا باش يقدر ياخذ الحق ديال خوه. وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر.